كاريكا على الأريكة. اللي يكون كذب وابو لمعه ويشاغل في بنات الجامعة يبقى الواد ده إيه؟ أبو العروسة. عمري ما لبست بدلة والله في حياتي. ناس كتيرة ما تعرفش إن أنا أصلاً ملحن. أعمل لعمرو دياب مثلاً غنوة رومانسية جداً. وهي عاملة إيه دلوقتي؟ تقلب الصفحة تلاقي كل الحزن والعياط والدموع. لديانا حداد امشي ورا كتبهم من تاني وروح لهم. تاني واحدة كانت بيني وبينها خطوة ونص. لا بتسلم ولا بتبص. عاتبك على إيه ولا إيه؟ ولا إيه ولا إيه؟ سألت من نفسك لما عملت أغنية حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ لو رجع بيا الزمان وانا بعملها حرفه لها حدوته. انا عملت موسيقى تصويريه وعملت مسرحيات وعملت افلام. قال لي لا انا عايزها سجاده بين ايديك. قلت له يا عم ما ينفعش. انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل من يومك يا وحياه اميره. وحياه اميره لبنى وسميره. وحياه اميره ولبنى وسميره وفرقه واختها. قول لي الاغنيه اصلا انت كنت عاملها لنفسك ازاي غنيها لي؟ وحياه ابوك وامك واخوكي وعيلتك كلها. محمد منير حاجه طبعا مهمه جدا. عمر عيني ما دمعت. ممثل الاغنيه اللي بتوصل للناس كلها. بحب كلامه لو اتكلم بس. شقلب الاغنيه يا كريم. عاجبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ علول ولا الجراح ولا عمر اللي راح ولا على النعين اللي انت 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 عصام كاريكا. الرحيم الجناوي كل اللي جاي له جناوي شايل في قلبه الغناوي اوعك في يوم كله ده.